أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك
إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. الله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم إليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. حسن المآب، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها وأزواج مطهرة.
أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. قل أنبئكم بخير من ذلكم اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. والله بصير بالعباد. يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين.
مستبشرين بالأسحار صدق الله العظيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام استمعنا واياكم خاشعين منصتين للتلاوة التلاوة على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالازهر الشريف والحاصل على اول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة دلينجات محافظة البحيرة. اما بذلك عن احدث مكبرات الصوت العالمية والانارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت ادارة واشراف الحاج احمد عمر واولاده المقيمين بقرية معنية التابعة لمركز ومدينة تيل بارو. حضرة السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.